في 2009 قضت محكمة القضاء الإداري برحيل الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية. في 2014 قرار قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يعني النهاردة الحقيقة، برئاسة المستشار تامر رياض بعودة الحرس الجامعي في دعوة مقامة من السيدة تهاني الصعيدي، واستندت مقيمة الدعوة إلى ما وصفته بأعمال الشغب والمظاهرات مما أدى إلى تضررها وإعاقة حق الطالب في الحصول على التعليم وإتلاف منشآت عامة وترويع إرهاب الطلاب. والحقيقة إن هذا القرار هيواجه طبعا ربما جدل واسع، لكن المشهد في تظاهرات الجامعة اللي اجتاحت بالذات تظاهرات جماعة الإخوان سواء في جامعة الأزهر أو في الجامعات كلها، واللي كان أمام رؤساء الجامعات صعوبة شديدة في التعامل معها، مشهد ربما يجعل البعض يرحب بعودة الحرس الجامعي. خلونا نسمع الآراء المختلفة، لكن نسمع من الدكتور جابر جاد نصر رئيس جامعة القاهرة. دكتور مساء الخير يا فندم. النور يا استاذ الامين. يعني كيف ترى فكره عوده الحرس الجامعي، يعني بالنسبه لك رئيس جامعه مسؤول عن الترم الثاني هيحصل فيه ايه؟ يعني هو طبعا يعني في البدايه الحكم الذي صدر اليوم من محكمه القاهره للامور المستعجله بعوده الحرس الجامعي هو موجه في الاساس للحكومه. فقرار عوده الحرس الجامعي هو قرار حكومي، أي يصدر من الحكومة. الأمر الآخر في الحقيقة أنه لابد من تحرير المسألة والوقوف حول معنى الحرس الجامعي الذي يتحدث أو نتحدث الآن عن عودته. هل هو الحرس الجامعي الذي يحمي المنشآت ويحفظها من هذا العنف المفرط والشغب الذي له حدود والذي يعني في الحقيقة بيتطاول على قيمة وقامة الجامعات المصرية وعلى حق الطالب وعلى حق الطالب انه يحصل على العلم بالضبط، على حق الطالب في التعليم وعلى حقه ايضا في الحياة، بيعرض حقه في الحياة والاساتذة والعاملين للخطر. نعم. ام هو الحرس الجامعي الذي يتدخل في العملية التعليمية والعملية الاكاديمية ويؤدي إلى النيل من استقلال الجامعة أو تقييد حرية الأنشطة الطلابية والأكاديمية؟ طبعا بالمعنى الأخير ده لا يمكن ولا يوجد في ظني أحد يوافق عليه بعد ثورتين في مصر، فلا يمكن أن يتحدث أحد عن حرس جامعي يتدخل في العملية الأكاديمية والعملية التعليمية. إذا نحن أمام إشكالية تتحصل في ضرورة وجود صيغة معينة، هذه الصيغة يكون هناك حراسة لمنشآت الجامعة ومقدراتها ومنع العنف فيها ومنع تفاقم هذا العنف. هذا لا يمكن أن يأتي إلا باستراتيجية تتبناها الحكومة القادمة، ونرجو في الحقيقة أن تسرع في هذا الأمر وتعرض الأمر على حوار في لكل المهتمين بهذه المسألة. سؤالي بقى لك كرجل قانون هنا بقى مش كرئيس الجامعة، أنا سمعت بعض الآراء القانونية اللي بتقول هذا حكم غير ملزم، هل هذا صحيح؟ وبسأل رجل القانون جابر جاد نصار. شوفي، ليس هناك حكم أبدا غير ملزم، فالأحكام تصدر ملزمة ويجب تنفيذها، والدستور والقانون الجنائي بيكفل نفاذ الأحكام، وعدم تنفيذها بيعتبر جنحة تؤدي إلى حبس وعزل الذي يمتنع عن تنفيذها. وبالتالي الحكومة يجب أن تنفذ هذا الحكم، يجب أن تنفذ. تيجي تقول لكم بقى كمثلا مجلس، يجي مثلا وزير التعليم العالي الجديد او واتفر اللي هيحصل ايه، ربما يتم دمج التعليم يعني ايا كان الوضع، ويجي يقول لكم يا رؤساء جامعات او يا مجلس اعلى الجامعات انا عندي حكم كذا ويجب ان انفذه، هل انتوا بقى مختصين في هذا المجلس بتحديد انا عايز مثلا الحرس داخل الجامعه او بره الجامعة، يعني هل هذا ولا احنا بننفذ الحكم بصيغته؟ شوفي يا استاذه لميس، زي ما انت اشرت في المقدمه، الحرس الجامعي خرج من الجامعه بحكم قضائي. نعم. واليوم هو يعود بحكم قضائي تمام بعودتي. كيفيه عودتي
هذه استراتيجيه وسياسه حكومه، يعني يجب على الحكومه ان تاتي. احنا بقول لك اهو لا يمكن لاحد ان يقبل ان يكون هناك حرس جمعيه يتدخل في العمليه التعليميه، متفقين على ده، العمليه الاكاديميه. لكن انا بصراحه خايفه على مش بس على المباني، خايفه على الولاد، وشايفه ان حق الولاد ان هم يتعلموا. كلنا معرضين للخطر في الحقيقه، والاساتذه وكل الناس بالظبط، لان الجامعات بتواجه هدمه شرسه. هذه الهدمه في الحقيقه بتستهدف مقدرات هذا الوطن مش بس في الجامعات، ولذلك الكرة الآن في ملعب الحكومة بحيث ان هي يكون هناك حماية لمنشآت الجامعة ومقدراتها واطراف العمليه التعليميه. انا هنا بحدد يوم 8 مارس، وهو اليوم اللي قلته هترجع فيه الجامعه بعد تاجيلها اسبوعين، مظبوط؟ نتمنى انه يكون في حكومه يعني سريعا، وبالتالي يتنفيذ هذا الحكم. انا محتاجه انفذ الحكم ده بصراحه قبل 8 مارس، مظبوط يا دكتور؟ انت بقى تقول الكلام ده للحكومه الجديده ان شاء الله. بقول الكلام ده ان شاء الله يعني، بس اتمنى ان اذكر ان 8 مارس هو يوم عوده الجامعه، واحنا خايفين على الولاد وخايفين على الاساتذه والمنشات وكل العمليات التعليميه برمتها يعني، فبالتالي الحكومه الجديده عليا. هو طبعا يعني المجلس الاعلى للجامعات كان عمل بروتوكول تعاون مع الداخلية، وتم توقيع وزير الداخلية عليه يمكن من يومين ثلاثة. صحيح. وهو هذا البروتوكول يعني بأعتقد أنه بيلبي جزء من هذه المتطلبات، أن يكون هناك أمن على البوابات، مظبوط، المنشآت. ولذلك نحن نريد أن يكون هناك أيضا حوار، وأن يكون هناك تطمير للمجتمع الأكاديمي طبعا. أنه لن يكون هناك تدخل في الشأن التعليمي أو الأكاديمي، لأن ذلك لن يسمح به في الحقيقة التدخل في شؤون الجامعة. احنا محتاجين حرس جامعي للتأمين وليس للتدخل أو تأمين الجامعة العملية التعليمية. نعم، بشكرك دكتور جابر جاد نصار على هذا الرأي. الحقيقة ان في حكم تاني مهم جدا على القلب بالنسبة لنا وبالنسبة لكل من طالبوا الحكومة بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية. الآن لدينا حكم قضائي خلاص، يعني الاول كنا بنتكلم على يا حكومة اطلعي قولي زي الدول الاخرى ان هناك قرار اداري بان تكون الجماعة جماعة ارهابية. لا، انا دلوقتي كمان عندي حكم قضائي، وهو محكمة القاهرة ايضا للامور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض، التي الزمت الحكومة باصدار قرار رسمي باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية، وكان الاستاذ سمير صبري المحامي اقام دعوة يطالب بادراجها ضمن المنظمات الارهابية، وقدم طبعا مستندات وقدم مشاهدات، والحكومة قالت أن في حيثيتها أن الثابت أن جماعة الإخوان يعني صدر بالفعل القرار الإداري، والثابت أيضا أنها بالفعل اتخذت إجراءات خالفت حق كل إنسان في الحياة الآمنة، والاعتداء على جسد الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون. ولهذه الأسباب، وفي أسباب الحياة كثيرة، قالت المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة جماعة إرهابية. إذن عندي حكم قضائي كمان، وده حكم مهم جدا، أرجو من وزارة الخارجية أنها تترجمه وترسله، لانه كان دايما كل يقول لك ايه، ما هو مفيش حكم قضائي. الان لدينا حكم قضائي، يمكن في حلقات قادمه نتكلم على تفعيل بقى الموضوع ده، ازاي نفعل الموضوع ده، ما لم تفعله حكومه الببلاوي كيف يمكن ان نفعله. نخرج فاصل ونستقبل ضيوفنا، وفي الفقره القادمه سنسمع ولاول مره ماذا قال الدكتور ببلاوي لوزرائه داخل مجلس الوزراء النهارده. لأول مرة هنسمع صوت الدكتور الببلاوي ماذا قال لوزرائه داخل الحكومة، داخل مجلس الوزراء النهاردة، وهو يبلغهم بقرار الاستقالة، مش اللي شفناه، ولكن ماذا قال داخل مجلس الوزراء لباقي حكومته. فاصل ونستقبل ضيوفنا ونسمع.